بألف خير لليوم الأحد 19 تموز، أكيد ثالث أيام عيد الفطر إن شاء الله بينعاد على الجميع. الكل معايدين، مرقوا يومين واليوم الثالث مع طقس كمان كتير حلو. إن شاء الله تقدروا تكونوا استفدتوا من هالأعياد هيدي لحتى تجتمعوا مع العيلة، لحتى نعيد بروح العيد يلي هي مظبوطة بألفة، بمحبة، بأمان، بسلام، وأكيد وأهم شيء بصحة جيدة. ينعاد عليكم جميعا مشاهدينا اليوم كمان، خلينا نعيد كل يلي اسمهم إلي، كل يلي اسمهم شربل، كمان بخلال هالنهار رح بيعيدوا كمان بأساميهم إن شاء الله، أكيد كلهم بيعيشوا بها تحت هالاسم هيدا. اليوم عالم الصباح برفقكم مثل العادة لغاية الساعة 1 بتوقيت بيروت، عنا ضيف جديد زميل رح بيكون لإلنا كمان بعالم الصباح، الشيف سليمان. صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا فيك. كيفك غادة؟ ينعاد عليك ميرسي وعليك، ومنعيد كل اللبنانية وكل العالم العربي كمان إن شاء الله يا رب ينعاد على الجميع. رح بتكون معنا ابتداء من اليوم بعالم الصباح، بأيامات منصير منقول عنا تباعا. نعم. بس بالإجمال أيامات الويك أند رح بتقدر تكون معنا. مزبوط. إذا الله راد غادة رح كون معكم، ومثل ما مثل العادة مثل ما عودنا عالم الصباح رح يكون عنا أصناف جديدة، أكيد ألوان، نكهات طيبة، فيتامينات، نصائح من أول ما نبلش لوقت اللي منخلص. رح يكون عنا نصائح غذائية، رح نعمل أطباق كتير شهية، رح نعمل كومبينيشن مثل ما انك شايفه شوي الخضره كتير قدامنا اليوم. أي. لحمه ودجاج ورز، ورح نعمل اطباق كتير شهيه. اهم شيء وقتها بيكون في الوان الواحد بيصير هيك بيشتهي اكثر. صح صح، اكيد رح تكون معنا اذا مثل ما خبرنا كل المشاهدين اليوم. يلي حابب انه يرافقني كمان على صفحتنا على الفيسبوك بسؤال هالنهار، سؤال كتير بسيط بس بفتكر انه كل يوم على بكره وقت بنكون فرصه بنفكر فيه، خصوصا بالشوب. اليوم نهار شوب، رح نروح على الجبل، رح نروح على البحر، كيف رح بيكون مشروعنا؟ وين اللي بيريحنا اكثر او شو اللي بيبوردنا اكثر؟ اكيد انه حابه انه تبعتوا لي كل اجاباتكم. انما نهارنا اليوم كيف رح بيكمل، خلونا نشوف سوا. بحلقة اليوم من عالم الصباح منتابع الأبراج مع كارمن، قصص مهضومة بتصير بالمطبخ مع جون بعيوتيوب. نتعرف أكثر على الموال مع جون بعغير موجي. ضيوفنا بيعرفونا على أجدد نشاطات قرى الأطفال SOS. في الزون مع هبة بواحد اثنين ثلاثة. ضيفتنا بتعرفنا على مهرجان أرابيسك من تنظيم جمعية أجيالنا. موهبة الرقص مع جون وضيوفه بجيل توب. ورشة ملح على وصفة جديدة وشهية. كل يلي حابين يتواصلوا معنا، تذكير سريع بانه كل وسائل التواصل الاجتماعي هي بخدمتكم، وخصوصا خصوصا رقمنا على الواتساب، لانه كمان من خلاله اسرع شيء يمكن تقدروا تبعتوا لنا فيديو، صور، او حتى فويس مسج تشرحوا فيه شو الموضوع يلي حابين تسالوا عنه. واكيد الاسئله كلها بتروح كل واحد الى الاختصاصيين معنا من الزملاء بعالم الصباح حسب السيجمنت، حسب الموضوع يلي انتم طالبين عليه الجواب. بداية النهار دايما بتكون مع حظوظنا أبراجنا، بننتقل فورا لعند كارمن. صباحكم بالخير، اليوم الأحد 19 تموز يوليو، بعيدكم بعيد الفطر سعيد واتمنى لكم أيام دايما حلوة بالعافية وبالصحة. اليوم القمر مرافقنا من برج ترابي برج العذراء لفترة 3 أيام ورا بعضها. الأجواء مفروض تكون حلوة للأبراج الترابية، مواليد برج العذراء، مواليد برج الثور، وأيضا لمواليد برج الجدي. كيف رح بيكون نهارنا؟ بنبدأ مع أول برج، برج الحمل. بالنسبة لك اليوم مولود برج الحمل في عجقة كتير، في ضغط كتير، بتحس حالك انك مزعوج، مش عم تلحق، يمكن حتى بتتزامن الأمور، بتحس حالك انه فعلا جسديا انك تعبان. نسي أوقاتك، واجباتك، واطلب مساعدة. بيضلوا الأوفر حظا 14-15 نيسان أبريل، أما الأكثر تعبا هو مولود شهر أدار مارس. ننتقل لبرج الثور. مولود برج الثور بعتبر هيدا نهار من الأيام الحلوة بهيدا الشهر الحلو. اليوم في مفاجأة سارة لإلك، فيها تكون هالمفاجأة عائلية، فيها تكون عاطفية، وفيها تكون أيضا مهنية. أخبار حلوة، بتتسلى، بتفرح وبتحتفل، وبعتبر الأكثر حظا هو مولود شهر نيسان أبريل. بنكمل مع برج الجوزاء.
بالنسبة لبرج الجوزاء الأجواء بتطلب منك أنك تاخذ وتعطي مع العائلة، هنالك اهتمامات منزلية، يمكن عندك شيء بالبيت عم يخليك تصرف أمور مادية، أو يمكن عم تصرف أمور معنوية، يعني عم بتساعد حدا العائلة بحاجة لك لدعمك ماديا أو معنويا، أو في بعض الأعطال الصحية المنزلية يلي أنت عم تهتم فيها. بجميع الأحوال هنالك دعوة لموالي برج الجوزاء أنه يطولوا بالهم ويتعاملوا مع غيرهم بهدوء وبرواء. بيضلوا الأكثر تعبا نسبيا مولود أيار مايو، أما الأنشط هو 11 و12 حزيران يونيو. بننتقل لبرج السرطان. مولود برج السرطان ثلاث أيام ما بتهدى فيهم، مشاريع، عم بتخطط، عم تحكي، عم تكتب، عم تخترع أشياء جديدة، عندك طاقات فكرية وجسدية كتير كبيرة ضروري أنك توظفها لتقدر توصل إلى خط النهاية أو لتمشي بمسار جديد. بيبقى المولود يلي ضروري بعد عن المشاكل كليا وعن السرعة والمجازفات 8-11 تموز يوليو. بنكمل مع برج الأسد. مولود برج الأسد ضروري تنتبه اليوم وبكرة وبعد بكرة من بعض المحتالين الغشاشين، ما تتسرع، ما تمضي ورقة إذا منك متكل على محامي أو أهل اختصاص ليساعدوك ويوعوك. الأجواء معقولة تحمل التباسات مادية، وانتبه لمعنوياتك. بيبقى المولود يلي عنده شوية حظوظ أكثر من غيره هو مولود 17-22 آب أغسطس. بنكمل مع برج العذراء. مولود برج العذراء ما في أحلى من هالثلاث أيام اللي جايين، عندك بقرارة ذاتك بتاخد قرار، بتاخد فعلا، بتحط خطة قدامك لحتى تمشي عليها وكأنه عم تحتفل بسنة جديدة. بين اليوم ونهار الثلاثة المساء مولود برج العذراء عم ينتقل إلى مرحلة أفضل، عم تفكر بأصحاب، عم تفكر بالانضمام إلى نادي، حابب توسع، يعني هلأ وكأنه أنت عم تستوعب قديش مهم أنه يكون في عندك دائرة من الأشخاص ودائرة من الحياة الاجتماعية الناشطة. على كل، في قرارات بتتوضح وفي أمور بتتوضح منها لحالها، أي مسألة عالقة بهالثلاث أيام رح تتوضح. الأكثر حظا مواليد آب بشكل خاص 23-24 آب أغسطس. بنكمل مع برج الميزان. مولود برج الميزان ثلاث أيام صفر، يعني ثلاث أيام ما فيك تناقش فيهم أمور صعبة ومهمة، من المستحسن بهالثلاث أيام يكون في فولو أب فقط لغير، تحضير وتمهيد فقط لغير، اترك التنفيذ للأربعاء والخميس، وإلا بتخيب أمالك، بتزعل وبتندم وبتقول يا ريت ما تحركت بهالثلاث أيام. انتبه من المشاكل، التراجع، انتبه ما تشوه سمعتك، وانتبه من المحتالين. الأقل حظا 13-15 أكتوبر تشرين الأول، بالإضافة لمواليد شهر أيلول سبتمبر. بنكمل مع برج العقرب. مولود برج العقرب اليوم نهار من احلى الايام، وعندك ثلاث ايام ورا بعض لحتى تحتفل، يعني اصحاب، اهل، عائله، حياه اجتماعيه ناشطه، اليوم حابب تشوف الناس، ما حابب تقعد لحالك، اليوم معنوياتك ونفسيتك مرتاحه متفائله، من افضل ايام للمشاركه باي منافسات، شو ما كانت المنافسات، رياضيه، سياسيه، اجتماعيه، شو ما كان، نقي واطلب. الأنشط هو مولود شهر أكتوبر نوفمبر أكتوبر تشرين الأول، لكن ضروري ينتبه مولود 20 و21 نوفمبر تشرين الثاني لأنه كوكب زحل موجود حد برجه. منكمل مع برج القوس. مولود برج القوس المسؤوليات بترجع لعندك، ثلاث أيام ما بتخليك هالمسؤولية أو المسؤوليات تنام مرتاح أو تشتغل وأعصابك هيك رايقة. مولود برج القوس ضروري تروق، ضروري تلاقي طريقة لحتى تهدي بالك، تهدي أعصابك، وأكثر شيء بيطمن لك بالك لما بتكون أنت متمكن من الشغلة، وبالتالي حاول تتمكن من الأمور، خليها تكون واضحة بالنسبة لك، بعقلك، بفكرك، واستشير قبل ما تاخذ أي خطوة. 12-13 ديسمبر الأكثر حظا، بينما الأكثر 12-13 ديسمبر الأكثر حظا، بينما الأكثر تعبا هو مولود نوفمبر تشرين الثاني. بنكمل مع برج الجدي. مولود برج الجدي بنرجع اليوم لحتى نصحح بعض الامور، بنرجع اليوم لحتى نشتغل على اسس صحيحه. اليوم مولود برج الجدي في عندك حظ بيساعدك، مش بس اليوم، ثلاث ايام ورا بعضها لحتى تطلع من هالجوره او من هالموقف المربك والمحرج يلي انت عالق فيه من فتره. اليوم في حظ،
اليوم في إيجابيات، اليوم تقدر تستقبل بحياتك شيء جديد، بتقدر تختبر شيء جديد، ما تخاف وما تنأز. 22-23 كانون الأول ديسمبر الأكثر حظاً. منكمل مع برج الدلو. مولود برج الدلو أول شيء ما تطلع من بيتك من دون ما تتأكد أنه وراءك معك اليوم وبكرة وبعد بكرة. التفاصيل مهمة، ما تفكر أنه التفاصيل يلا بيمرق حالة، لا، اليوم ضروري تلاحق التفاصيل. الأجواء متقلبة، الرأي الآخر، الشخص الآخر يمكن اليوم يكون له أولوية، فخذ هالشي بعين الاعتبار. بيضلوا 9-10 شباط فبراير الأكثر حظا. نوصل لبرج الحوت. مولود برج الحوت ثلاث أيام القمر عم بيواجهك، ثلاث أيام الشخص الآخر بده يفرض رأيه، ثلاث أيام الشخص الآخر بده يتساءل، يتساءل انه يسأل حاله ويسألك انه ليش انت ضدي. الأجواء اليوم بتقول لمولود برج الحوت بدك تاخده وتعطي، بدك تتنازل، بدك تجامل، تساير وتعتذر. أجواء معقول تكون جيدة لبعض الأشخاص يلي حابين يرتبطوا مهنيا وأيضا عاطفيا. 14-19 أدار مارس الأكثر حظا، أما الأكثر تعبا هو مولود شهر شباط فبراير. بختم مع مولود اليوم. بانتظار مولود اليوم سنة نشيطة، ناشطة، فعالة، تكتر فيها المشاريع، فيك تعمل اللي بدك إياه، لكن ضروري إنه ما تستنفد طاقتك بهيدي السنة. ريلوكيشن، تغيير مكان إقامة، مكان عمل، الأوفيس، حتى الدراسة معقولة تتغير. تموز، يوليو، نوفمبر، تشرين الثاني، أدار، مارس، سنة أفضل الأشهر. إلى اللقاء بكرة، أبراج جديدة، باي باي. مرسي لك كارمن. أول بريك بعالمنا الصباحي لليوم، من بعدها رح ينضم لنا جون ونرجع نتابع فقراتنا، فخليكم معنا.